بمركز القيادة هنا بالمخيم الخاص بالرتل المتنقل الذي توسط غابات ولاية عين تيموشنت يصل نداء لحريق. الجرس يذق والكل على استعداد في ظرف ثوان فقط. هي أجواء يومية لعناصر الرتل المتنقل الحماية المدنية بالولاية. قامت مديرية حماية المدنية ولاية عين تيموشنت بتنصيب رتم متنقل لمكافحة حرائق الغابات متكون من 58 عون بمختلف الرتب و14 مركبة تدخل على مستوى غابة المساعيد مدته 4 أيام. الهدف من هذه الدورة التكوينية هو الوقوف على مدى جاهزية الأعوان بتقديم دروس تطبيقية نظرية وتطبيقية وإجراء مناورات افتراضية ميدانية لتعرف عن المنطقة كونها غابة تعتبر من الغابات المهمة بولاية عين تيموشنت. في خيم تقسم الوظائف والمهام من مركز القيادة، مركز التكوين وحتى المطبخ وكذا العيادة، الجميع مجند هنا لأي طارئ. قمنا بدراسة نظرية داخل المخيم وكذلك بدراسة تطبيقية بمناورات داخل الغابة بحيث استفدنا من طريقة الإخماد وكذا التعرف على التضاريس المنطقة والتي كانت تشكل لنا عائق من قبل. هي إذن يوميات شاقة تختتم في ساعات متأخرة من الليل بوجبات عشاء جاهزة والتركيز في كل الأوقات على مجابهة الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية والغابات بالتكوين المستمر ومواكبة التطورات الحاصلة من أبرز اهتمامات ملائكة الأرض.